طيب عايز اسالك سؤال عام يتخلص يعني له علاقه بتعامل الفيفا مع الفرق او الانديه او الاتحاد الافريقي تحديدا، يعني فكره انك تقيم هذه البطوله في بالتداخل مع مواعيد كاس الامم الافريقيه، رايك ايه في هذا الامر؟ طبعا شيء مقلق جدا. الفيفا ممكن كان في بالهم انهم عندهم القوه والقدره انهم يكنسلوا امم افريقيا كلها، وهذا بصراحه ما كانش حاجه معقوله، لانهم هذه بطولتنا، هذه بطوله قاريه يعني، مش اي حاجه يعني. طبعا للاسف على حساب انديه افريقيا وممثل وبطل افريقيا، تاثر حبينا وكرهنا النادي الاهلي بهذا التداخل. يعني لاعبين مهمين جدا، صحيح انه الظروف كلها ما خدمتش النادي الاهلي في هذه المشاركه، اصابات حتى خارج بطوله كاس امم افريقيا، ولكن كامور اداريه يعني تنظيميا البطوله وتوقيتها وتضاربها طبعا حاجه غير معقوله نهائيا من الفيفا. طبعا جات القرعه انه النادي الاهلي يعني يقابل مونتيري وبعدين يلعب بالميرس، والوقت ما كانش يعني يرحم النادي الاهلي في هذه الجزئيه. ولكن يعني ممكن يعني ضاره ونافعه، يعني المنتخب تاهل للنهائي وكان هذا يعني حاجه